السلام عليكم. زار وزير الصناعات الدوائية سيد علي عون مخابر جديدة، مخابر فراتر رازس التي توجد بمنطقة وادي الكرمة ببلدية سحاولة، واللي تعتبر واحدة من أكبر المخابر في الجزائر، واللي تنتج أكثر من 116 منتوج في ميدان المكملات الغذائية وكذلك في ميدان الأدوية بصفة عامة، واللي الآن يعني الإنتاج نتاع هذه الشركة يعني يخص 14 اختصاص في ميدان الصحة، كمثلا مضادات التخثر، واللي يعني استعملناها كثير في الجزائر في مرحلة علاج الكورونا، وهذا اللي يسموه لوفينوكس، وانا نشفى مليح انه هذا الدواء هذا ساهم كثير في عمليه معالجه داء الكورونا. اذا كانت مخابر فراتر رازس ساهمت كثيرا في التقليل من اثار جائحه كورونا. إذن وكذلك تعرف هذه المخابر عندها ثلاث وحدات إنتاجية عبر الوطن، وكذلك عندها جزء من إنتاجها يروح للتصدير لإفريقيا. إذن هذه هي شركة فراتر رازس اللي زارها الوزير الصناعة الدوائية اليوم. نخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.